يعني بوظوا نفسية بنتي وعايزين يبوظوا مستقبلها. وبجد ايه السبب؟ مش واضح، ما فيش ولا حاجة رسمي طالعة المدرسة دي بتقول انا بنتي عملت لهم ايه. المدرس ده نقل صورة غير لائقة لمالكة المدرسة مثلا؟ الله اعلم. انا ما اعرفش اصلا الـ هو ممكن يكون عمل ايه وكان غرضه ايه انه يكون في مكان في الاجازة المصيف في اوتيل القوات المسلحه، ويعني هو ملوش، انا ما اعرفش هو كان بيعمل ايه هناك اصلا، ايه اللي موديه. يعني انا مسؤوله عن بنتي، انا لسه عايشه وانا مسؤوله عن بنتي، ربنا يخليكي، وانا تصرفات بنتي دي تحت اشرافي انا، يعني حاجه ما تخصش حد. ليه سلمى ومش الثلاثه التانيين كلهم؟ يعني ليه مش الاربعه؟ ما يعني هم كلهم السعوديين صفوا مدرسه واحده. يعني بصي، هو حصل كذا حاجه، بس يعني هو مبدئيا احنا اللي اتجهنا للوزاره التربيه والتعليم، فدي اول حاجه احنا عملناها. اوكي. تاني حاجه انا ما اعرفش هم، بيتهيألي الثلاثه التانيين المدرسه مضتهم على حاجه، بس انا مش عارفه ايه هي بالظبط، ليه؟ ما اعرفش في حاجه حصلت ان هم دخلوهم، لكن احنا كانت القصه بتاعتنا ان احنا اتجهنا لوزاره التربيه والتعليم لان احنا ما عرفناش نوصل لصاحبه المدرسه، والمدرسه ما بتديناش اي معلومه مفيده احنا ليه بيتعمل فينا كده. وحتى ما قالناش ان احنا نمضي على، وحتى ما عرضوش علينا اي اوراق ولا اي حاجه، مش عارفين. يعني هم ممكن يكون ده عقاب للاجراء اللي انتوا اخدتوه؟ انتوا وصلتوا الموضوع لوزاره التربيه والتعليم؟ الله اعلم، احنا مش عارفين فعلا ايه، بس يعني بس هو مش عقاب، لما حضرتك تطلبي حقك مش المفروض تعاقبي عليه. يعني انا ما هو ده ايه اصلا؟ ما احنا مش عارفين، هو ده علامه استفهام كبيره. انا كل ما على فكره انا بحكي الموضوع لاي حد، انت اكيد مش فاهمه الموضوع، والله العظيم هو ده اللي حصل، والله العظيم هو ده اللي حصل. احنا ما فيش، ما اذنبناش البنت بقى لها 12 سنه في المدرسه، عمرها ما عملت اي فايوليت، ما عملتش اي اخطاء، ولا حد قال لنا اي حاجه، والريبورتات بتاعتها فل. طب يعني ليه بيحصل لها كده؟ سلمى، انت قاعده انت واصحابك فكرتوا تقوموا تمشوا وتسمعوا كلام المستر ده؟ انا شخصيا لا، عشان انا بايته في فندق، ف يعني ما كانش اوبشن ان انا اقوم اروح. اوكي، هما فكروا؟ معرفش. انتوا مع بعض هتبقوا لوحده؟ عادي، كنا كل حد في حته يعني عادي، اصل كان معانا اصحابنا تانيين مش من المدرسه، فاللي هو ما كناش يعني ما كناش على طول مع بعض. طيب انت ده حصل معاكي بالفعل، خلاص تم، مفيش حد في المدرسه الطويله العريضه دي بسنين حياتك اللي فيها، اكيد ليكي مدرسين قريبين، مدرسات قريبين، قالك يا سلمى انت غلطتك عملتي واحد اتنين تلاته؟ وده انت قعدتي ساعات طويله قوي في المعمل يا سلمى. محدش جه يكلمني. نهائي. كنت عايزة تعملي ايه؟ كنت بقعد، انا كان عندي وقت طويل جدا، فكنت بقعد انام اسمع قرآن كده بقى، وانهيار عصبي وبعيط. طيب اخدتي وديتي مع نفسك؟ انا في ده ليه؟ كانت اجابتك لنفسك ايه؟ انا حاولت ومفكرتش في كده عشان مش هلاقي اجابة، فبس كنت بقول اكيد يعني اللي عمله ربنا خير وان شاء الله كل حاجه تتحل. لما جيتي وكان الموضوع بيكتر، الايام بتزيد، كنت تيجي تقولي لماما ما انت كل يوم بتنزلي الصبح وترجعي بعد الظهر، فتقولي لها ايه؟ مش بقول لها حاجه عشان هي برضو ما فيش حاجه في ايديها قوي تعملها، بس في نفس الوقت انا حاسه ان مستقبلي بيضيع، و ما كانش في حاجه في ايدي اعملها، ومش فاهمه بيحصل فيا كده ليه. حسيت ان انا كده يعني ما هيلبلس، اللي هو ما فيش حاجه في ايدي اعملها. كنت بتقعدي اكتر حد بتفتكريه وانت قاعده ساعات الطويله في المعمل ده، كنت بتقولي لي كام دي على دماغك اكتر حاجه؟ اهلي وازاي تعبوا وبيحاولوا يجيبوا لي حقي، ما عملتش حاجه، فهما طبعا احنا كلنا ما بننامش، كلنا دماغنا دايره في الموضوع، مش عارفين نعمل ايه، مش عارفين نتصرف ازاي، عشان احنا ما عملناش حاجه غلط عشان نصلحها، احنا بس في الموقف ده ومش عارفين نعمل ايه. كنت تسمع عن الظلم؟
يعني ظلم على الاخر يعني. كنت تسمعي عنه لكن ما تعرفوش دلوقتي. عارفه كويس اوي. صحابك بيكلموكي؟ شويه. بيقولولك ايه؟ هما طبعا مش مصدقين نفسهم يعني، هما مش فاهمين اللي بيحصل ومش شايفين ان ده طبيعي طبعا يعني، محدش لاقي مبرر يعني. معرفش هو انا غالبا طول حياتي المهنيه ما شفتش اللي انت فيه. و حقيقي النهارده بقى النيابه قالت لنا نروح المدرسه النهارده. انا روحت، اختي كانت معايا بتوصلني. اختك في نفس المدرسه؟ لا لا، اختي الكبيره من نفس المدرسه. البنتين عظيم، هي الكبيره وسلمى صغيره. لا بس اللي جت معايا بسم الله حبيبتي ربنا يخلي، اللي اتخرجت من الجامعه خلاص، هي دلوقتي عظيم متخرجه برضو من نفس المدرسه. فجت معايا توصلني وداخل المدرسه، منعوني من دخول المدرسه اصلا. بس ما قاليش حاجة. بحاول ادخل، قالوا لي ده التعليمات من جوه، ما ينفعش تدخلي المدرسة. بس حتى المعمل قفلوه. هم انا ما دخلتش بوابة المدرسة، وانا داخلة البوابة قالوا لي ما ينفعش تدخلي. ايوه عظيم، يعني هو طول الوقت كنت انت في المعمل، بعد المعمل كمان قفلوه لغوه، قالوا انت بره المدرسة. انت هتعملي ايه؟ انا فعلا مش عارفة اعمل ايه. احنا في موقف مش عارفه، سلمى في مدرسه ولا مش في مدرسه، مستقبلها ده يجرى له ايه يعني. موقف بصراحه انا عمري في حياتي اتحدث في مواقف كتير قوي في حياتي صعبه، بس دي من اصعبها يعني. الموقف اللي احنا فيه ده من اصعب. انا فعلا مش عارفه المفروض اعمل ايه، مش عارفين نوصل حاجه للمدرسه، ومستقبل البنت بيضيع ونفسيتها يعني. هي امبارح اصلا بتقول لي انا صدري وجعني ومش عارفه تبلع من كتر الستريس، فيعني من كتر الضغوط النفسيه يعني. هي لعلمك صمدت 10 ايام، ده رقم قياسي يعني. انا نفسي ما اقدرش اروح اقعد في معمل مع نفسي كل يوم من الساعه 8 الصبح للساعه 2 ونص من غير ما حد يكلمني، من غير ما اكلم حد. ليه؟ وانا عملت اذنبت في ايه عشان يجرى لي كده؟ ومن ضمن التعسف المدرسه انهم عملوا لنا برضو مشكله مع بنتي الوسطانيه. انا عندي 3 بنات، واحده اتخرجت من المدرسه وواحده كانت بتتخرج. برضو اخروا لنا الورق بتاعها وقالوا لنا مش كانوش عايزين يدوه لنا. قصه احنا مش عارفين هم ليه بيتعاملوا معانا كده اصلا، احنا عملنا لهم ايه؟ حاسه بيكي لان انت الجيش الوحيد لسلمى، واكيد كانت بتيجي طول الوقت انت عايزه تامني بنتك وعايزه تحافظي على مستقبلها. كانت بتقول لك ايه يعني؟ بتقعد معاكي كده تقول لك يا مامي انا حاسه بايه، انا هيحصل ايه، انا سالتيها قلت لها ايه؟ حوار بنت الامه. انا والله العظيم انا ما كانش في حاجه اقولها لها. احنا انا كل المحاولات ان احنا نوصل لحد ينصفنا في المدرسه دي، انا غلبت فيها، ما عرفتش اوصل لحد. ولما رحت للبرنسبل اللي هو مدير المدرسه قال لي اوصلي لصاحبه المدرسه اللي هي استحاله الوصول اليها يعني، بيعجزنا يعني. استاذ محدش فينا حل في مستقبل سلمى ده، هنعمل ايه دلوقتي؟ سلمى خلصت جريد 11 وهي قاعده دلوقتي ثانويه عامه، هنعمل ايه في ثانويه عامه؟ سلمى مستقبلها راح بسبب مدرسه، سبب تعنت مدرسه. وبندفع لهم المصاريف اون تايم، هم بيطلبوا المصاريف نقديه بندفعها على طول في الميعاد. رفضوا انهم ياخدوا الفلوس، حاولنا ان احنا ندفع فلوس لسلمى، رفضوا انهم ياخدوها برضه بدون قرار. اي مبررات. لو واخدين قرار، مفيش ولا حاجه رسمي اتقالت لنا خالص، ولا ورقه رسمي طلعت من المدرسه بتقول ايه الموضوع. ازاي رفضوا ياخدوا مصاريفها؟ هو ده اللي حصل. طب ليه رفضوا؟ مش عارفين. حضرتك حاولتي تدفعي المصاريفات امتى؟ الكلام ده من حوالي 3 اسابيع. ده اي ام بتروح عادي الوقت ده في الوقت اللي هم بيطلبوه. عظيم. احنا كل حاجه بندفعها في مواعيدها، بالمصري بالمصري، بالدولار بالدولار، بندفع كل حاجه بالتزام لان هي ما بتاخدش غير كاش. عايزه تقولي حاجه؟ والله انا عايزه، لو هي شافت الفيديو ده بحكم انت ام، عايزه تقولي لها حاجه، توصلي لها مسج معينه؟ اكيد هتشوفه يعني. انا بقول لها ان هي اكيد يعني عامة ربنا ما يرضاش بالظلم،
والظلم اللي وقع على بنتي ده ظلم مش عادي، ان هو يأثر في طفلة عندها 17 سنة يا دوب لا شافتش حاجة في حياتها، انها يجرى لها كل القهر والتعنت والتنمر بدون اسباب. يعني اكيد هي ما ترضاش لحفيدتها ان يجرى لها كده. وانا نفسي حد يقول لي مستقبل سلمى هيحصل له ايه. عايزه تقولي حاجه يا سلمى؟ يمكن في قدامك فرصه توصلي وجهه نظر، او لو في سوء تفاهم يخصك انت كبنت حابه توضحيه. انا حاسه ان احنا وضحنا كل حاجه الحمد لله، بس انا واثقه ان ربنا هيجيب لي حقي والقضاء المصري طبعا ان شاء الله يعني. فبس يعني ان شاء الله ان شاء الله حقي هيتجاب. في كل ازمه كده، معرفش انا بكلمك في الازمات وانت اظهر من اللي انا اكلمك فيه جدا، ولكن هو ظرفك وصلنا لكده. بيبقى في حاجه كده بتنور قدامنا، حد بنحس انه بيحبنا قوي، حد بنحس انه داعم قوي، حد اكتشفتيه في الرحله الصعبه دي. مين اكتر حد دعمك قوي، كان محتضنك قوي كده في الازمه دي؟ عائلتي طبعا. مين؟ كل. انا مبسوطه اني شفتك، كنتش فاكراكي كده عن قرب حقيقي، وبقول لك ده قدام كل جمهوري. بحييك على ربايتك. من خليك تعبت في يوم قوي والله. بتقولي يا ربنا ايه؟ ينصفنا. بقول ربنا ينصفنا بس، دي حاجة تانية أقولها. بتقولي يا ربنا إيه؟ ينصفنا. بقول ربنا ينصفنا بس. في الحقيقة يمكن أنا دخلت البيت علشان أسجل مع سلمى، لقيت شخص حزين جدا، تقريبا هو صوت نفسه وصوت زعل وصل لنا، وهي جدة سلمى. احنا هتعدي ان شاء الله. من وجهة نظرك انت، لما سلمى جت حكت لك وقالت لك ان انا بتسيب في المعمل، انا مش فاهمه، كنت تردي عليها تقولي لها ايه؟ بتقطع مفيش رد. ما هو حبيبتي لو احنا نعرف احنا غلطنا في ايه، انا ما عنديش اي مشكله اني اعتذر عن اي غلط انا عملته ابدا، مفيش اي مشكله. واحب القواعد جدا، واحب القانون جدا، واحترم اي قانون يحطولي في الدنيا، بس يبقى في قانون يقول لي انت غلطتي في كذا وما تعمليش كده تاني. حاضر، على عيني وعلى راسي، غلطت انا اتحمل مسؤوليه الغلط. البنت راحت حفله، احنا اللي اديناها الاذن انها تروح الحفله، عاقبونا احنا. تعالي عاقبيني، عاقبي امها، عاقبي ابوها، لكن بتعاقبيها هي ليه؟ هي راحت حفله لوحدها؟ هي راحت المكان ده لوحدها؟ راحت مع امها وراحت معايا، واحنا اللي ادينا لها الاذن انها تروح، يبقى الغلط علينا احنا. قولنا احنا غلطنا في، انا من اول يوم بقول انا عايزه بس اكلم الهانم صاحبه المدرسه تقول لي انا غلطت في ايه، وعشان افيد ناس تانية، ناس اصحابي عندهم احفاد اقول لهم ما تعملوش كده علشان كده ممكن ياذي احفادكم، يبقى طلعنا بدرس. لكن اطلع بحد عمال يلطش فيا ويلطش في حفيدتي ويقهرها ويحسسها بالظلم ومفيش حل، مفيش حد بيقول لنا انتوا غلطتوا في ايه، مفيش حد بيقول لنا طب الحل ايه، احنا مفيش حد ما اشتكينا له. هو منين جه سبب العقاب او التجاوز ده؟ من الحفله. هو انتوا عرفتوا منين اللي هي الحفله؟ مش عارفه، هي في حاجه عامله لها الحفله، عامله لها حاجه ما اعرفش يعني، هي الحفله اللي متاثره في السيده صاحبه المدرسه، انما احنا مش متاثرين. اتعزمت في حفله ابن عمتها، طب ما تروح حفله ابن عمتها، ايه المشكله يعني؟ واحنا معاها ورايحين وعارفين رايحه فين وعارفين اخلاقها ومسؤولين عن اللي بتعمله، خايفين من ايه؟ دي بتسافر لوحدها، لسه جايه من الاردن عشان مشتركه في برنامج معرفش ايه، قعدت 3 اسابيع في الاردن لوحدها وجايه زي الفل ما شاء الله، وكل حته بتقعد فيها بتشرفنا. ايه خايفين من ايه؟ ايه الغلط؟ هموت واعرف ايه الغلط، قولوا لي ايه الغلط. انا مستعديه اعمل لها اللي هي عايزاه، اعتذر لها، ابوس على راسها، اعمل لها ايه؟ غلطت في ايه؟ قولي لي انا غلطت في ايه؟ مش عايزه اعرف غير غلط، قولي لي غلط.
بس قولي لي غلط، قولي لي انت عملتي كذا، تجاوزتي القانون، انا قلت لك ما تعمليش كده وانت عملتي كده، قولي لي انا عملت ايه والغلط اللي انا عملته ده ايه؟ ايه الضرر اللي جه على المدرسه، او الضرر اللي جه على سلمى، او الضرر اللي جه علينا، علشان تقولي لي ما تعمليش حاجه وتتحكمي في اخلاقي وفي تصرفاتي وفي قراراتي وانا بره المدرسه؟ هل المدرسه ليها الحق في كده؟ هل السيد وزير التربيه والتعليم مدي تعليمات ان ملكه المدرسه او نظره المدرسه تتابع الطلبه بعد اليوم الدراسي او بعد في الاجازه السنويه، يشوفوا هم بيروحوا فين مع اهاليهم، او بيخرجوا فين، او بيروحوا النادي، ولا بيروحوا حفله، ولا هل ده موجود في القانون في مصر؟ لا. ايه عايزه ايه؟ سلمى ليها اخوات اتنين عدوا بسلام في المدرسه، ما كانش في اي حاجه. يعني ملك كانت برضه تقع تحت طايله القانون بتاع المدرسه، انها كانت حاجبه اوراقها اللي تقدمها للجامعه علشان تنسيق، لولا ان احنا كلمنا الجهه الامريكيه اللي بتديها اللايسنس بتاعت الشهاده الامريكيه، وللاسف كلموها وبعد 10 دقايق كلموا ملك وقالوا لها روحي مدرسه يوم الاحد عشان كان في ويك اند. يعني كانت هتتاخد بذنب سلمى، او سلمى اللي اتاخدت بذنب ملك، او الاثنين اللي اتاخدوا بذنب بعض. فكانت عايزه تعاقب ملك وما تديهاش الاوراق بتاعتها وتاخرها عن التنسيق في الجامعه اللي كان له ديد تايم. هل من حق المدرسه فعلا انها تطارد الولاد بعد اليوم الدراسي او بقى في الاجازات السنويه بتاعتهم في حياتهم الشخصيه؟ لا. هل من حق بقى من حق؟ لا. هل في حاجه في القانون تقول كده؟ ليه افتعلت المشكله؟ يا ست بقى قوية، ست حاسة نفسها انها فوق الكل، هي تقدر تسن قوانين حتى ضد وزارة التربية والتعليم. هي انا ما اعرفش بصراحة.